البحر هذا يعني فيه النمط الصوفي التونسي، ثم بكتابة موسيقية حاولت اللي يكون يعني البحر عنده طابع مغاربي، يعني وظفت فيه اللون التونسي والجزائري والمغربي، مزج ما بين الموسيقات. تعرف يعني الثقافة الموسيقية المغربية تشترك معناها بين بعضهم، فما سلاسة في التعامل في مستوى معناها المقامات أو الإيقاع، وحبيت نبين معناها من خلال البحر هذايا يعني الثراء الموسيقي اللي فيه، يعني المعنى الحقيقي للكلمات نتاعو اللي نابعة معناها من التربة الصوفية نتاعنا، التربة التقليدية اللي هو يتسمى مالوف الجد، يعني فما مالوف الدنيوي اللي يتعلق معناها بال يعني كل ما هو دنيوي، ومالوف الجد يعني كل ما هو تقرب إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نسمعوها مع بعضنا. أنا مالي فياش، تفضل. عليكم من
قلبي ثق بالله هو المعطي المانع وارضى بحكم الله انك له رجاء ماذا في علم الله الخير في الواقع تدبيرك ما يدواش تدبير النبي تقلق من رزقي لاش والخالق رازقني أنا مالي فياش واش عليكم مني تقلق من رزقي لاش والخالق رازقني اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام أنا مالي فياش واش عليكم مني تقلق من رزقي لاش والخالق رزقني أنا مالي فياش واش عليكم مني أغلق من رزقي والخالق رزقني أنا مالي فياش واش عليكم مني أغلق من رزقي والخالق رزقني يعطيك الصحة يا سفيان. كان هذا بحر من بحور السلامية أنا مالي فياش. وش قولك توا كان نعمل وقفة صغيرة مع فقرة مسجلة بيت القصيد ثم نواصل أجواء منوعة لحن الوفاء.